part de Beacon, perché ne vuota ni a Hadra, a Cina, a Signani, a Dotto da Bo. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. اليوم اجتمعت اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس كورونا، والوضع الوبائي الحالي كما يلي: قاربنا حوالي 100,000 حالة حاملة للفيروس، تجاوزنا 3,311 وفاة، ربي يرحمهم ويصبر أهاليهم، سجلنا ارتفاع في عدد الوفيات بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر. شهر أكتوبر كان عندنا 1397 وفاة، ونوفمبر 1534 حالة وفاة. معدل انتشار الوباء يقارب 100 حالة لمئة ألف ساكن. يقيم حاليا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة 1495 مريض، منهم 287 مريض في الأقسام الانعاش. حاليا طورنا قدراتنا الاستشفائية ليصبح لدينا 288 سرير إنعاش في القطاع العام. نسبة شغور هذه الأسرة حاليا 76%، و 1906 سرير أكسجين نسبة شغور متاعهم 54%. طورنا منظومة الطب عن بعد والتكفل بالمرضى الكوفيد في منازلهم، تطبيقة حاضرة نستنى في صدور أمر المنظم لنشاط الطب عن بعد للشروع في العمل بها، وهذا قمنا بتطويره بالتنسيق مع العمادات والطب وطب الأسنان والمجتمع المدني والقطاع الخاص. خففنا في إجراءات الدفع بالتنسيق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة، سيتم الإعلان عليها في أقرب أيام. بالنسبة للتلقيح، حسب التطورات العلمية ما اطلعت عليه اللجنة العلمية الخاصة بالتلقيح، اتصلنا بالمزودين اللي أعلنوا عن نتائج إيجابية للتلقيح متاعهم، وأعلنا عن رغبة تونس في اقتناء كميات من التلقيح هذية كدفعة أولى حوالي 6 مليون جرعة من التلقيح. كذلك تم اتصالات لمحاولة تصنيع في مرحلة ثالثة التصنيع، أي وضع التلقيح في الحقن في تونس بالتنسيق مع المصنعين الدوليين. كما قمنا بإتمام الإجراءات الخاصة بانضمام تونس في منظومة كوفاكس اللي حكينا لكم عليها في وقت سابق. باعتبار المعطيات الوبائية الحالية، قررت اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس كورونا عقد جلسات قطاعية عاجلة خلال هذه الأيام بالمختلف المتداخلين للنظر في الإقرار الاستراتيجية اللي يتم الإعلان عليها يوم 6 ديسمبر، متعلقة خاصة بعودة الأنشطة الرياضية، عودة الأنشطة الثقافية وباقي القطاعات. ثانياً، تم الإذن بعودة نشاط أماكن العبادة طبقا للبروتوكولات الموضوعة وإقامة صلاة الجمعة ابتداء من يوم 4 ديسمبر 2020 باحترام بروتوكول وبنسبة حضور ما تفوق 30% وعدم استعمال الميزة وغير ذلك من الإجراءات الوقائية المنصوص عليها. هذا ما عندي ما نقول اليوم، لو عندكم أسئلة مرحبا بكم. قبل الأسئلة، إذا كان فما تعقيب أو إضافة من السادة الوزراء أو التصريح، تفضل السيد وزير الشؤون الدينية. مرحبا بكم الناس الكل. الحقيقة حديث داخل مع السيد وزير الصحة، كنا في اللجنة الوطنية توا، وكما علمنا نحن منذ أسبوع قبل الماضي الحقيقة، بعد ما رجعنا صلاة الجماعة قعدت الإشكالية في صلاة الجمعة. الإشكالية من ناحية شنو؟ من ناحية كونه كان الخوف مازال قائم
باعتبار ممكن الكثره اللي ممكن نتوقعها نهار الجمعه وغيرها. وقلنا نحن النهار هذاك كان تفكروا قلنا باش نقيموا التجربه نتاع الرجوع. احنا لما حالا ما قيمناهاش راهو في العشر ايام هذوما برك، لا قيمناها منذ 4 جوان الماضي وقت الجوامع والدور العباده بصفه عامه رجعت الى سالف نشاطها، فكان التقييم اعتقد اللي كان تقييم ايجابي. وسجلنا في دور العباده بصفه عامه وفي الجوامع بصفه خاصه باعتبارها هي تشكل الغالبيه العظمى من النشاط الديني في تونس، سجلنا اللي فما احترام كبير للبروتوكول الصحي. وهذا علاش اليوم خذات اللجنه فيه القرار نتاع الرجوع صلاه الجمعه بدايه من يوم الجمعه هذه. هنا نعاونوا فيه على شكون؟ نعاونوا فيه على الاطارات المسجديه بصفه عامه، نعاونوا فيه على ائمتنا الخطباء وائمه الخمس في توعيه الناس وتحضيرهم لهذه، هم حاضرين في الحقيقه الناس. نعاونوا فيه على مرتدي المساجد والجوامع ودور العباده بصفه عامه، اللي نعرفوا الاجراء وقاع اتخاذه من دون راهو فيه الجانب الشرعي، الجانب الشرعي يحفظ النفس. واليوم حتى كي رجعنا راعينا فيه الجانب الشرعي على خاطر نعرفوا الجانب الشرعي التونسي فيه قريب ليه المسؤوليه، واللي نحن نحبوا الجوامع نتاعها اليوم باش تكون تلعب الدور نتاعها ودور العباده نرجع بصفه عامه تلعب الدور نتاعها نتاع التوعيه. اليوم نحبوا الجوامع نتاعنا ودور عبادتنا الى جانب الاعلام، انتم تلعبوا في دور كبير معنا حضوركم توا دليل على هذه الاهميه اللي توليها المساله هذه. اكيد نحن الناس كل مع بعضنا اليوم، الدوله هي اللي قررت، الدوله هي اللي منعت، الدوله هي علقت، والدوله هي اللي رجعت. هذه نحب ناكد عليه الحقيقه باش ناكدوا ان كل قرار يقع اتخاذه هو قرار واعي، قرار مسؤول، قرار مبني على ثوابت علميه وثوابت شرعيه. اليوم ناكد بها مره اخرى تاكد فيها تونس اللي هي بلد الزيتونه وبلد عقبه وبلد القيروان. معنى ذلك اللي نحن خاطر نحن قالوا الدوله تحارب الدين، الدوله معارضه، ذلك عمرها ما كانت الدوله تحارب الدين. الدوله وقت اللي علقت ومش وحدنا، العالم كل علق، العالم الاسلامي كل علق الصلوات وعلق ارتياد دخول المساجد ودخول دور العباده. ولكن اليوم رجعنا واعيين، رجعنا بتقديرنا نحن وباراده الدوله اللي هي نرجع مره اخرى على خاطر الدين مبني على العلم مره اخرى. ولذا نحن مره اخرى هي بشرى نذوقوها للشعب التونسي. بارك الله فيك. بشرى سلامي غادي مزيك، عندي أسئلة. سؤال يتعلق بعودة صلاة الجمعة، هل هي كانت عودة مبنية على دراسات وإلا قرار واضح وإلا تحت ضغط الاحتجاجات؟ خاصة نعرف أنه فما وقفات احتجاجية للأئمة في عدة مناطق للجمهورية، وكما قال سيد وزير الشؤون الدينية أنه تم اتهام أنه دولة لا تهتم بالمنحة الدين. اثنين، المغرب اليوم تتلقى مجروعات تاع تلقيح، المغرب اليوم تقول اللي هي زادة باش تصنع تلقيح وباش توزعها على بلدان المغرب العربي. المغرب كيفاش سبقتنا؟ انا نرى انه هي سبقتنا. كيفاش سبقتنا معناها المغرب؟ انا نحكي معناها منطق غيره، كيفاش سبقتنا المغرب وخذت هي التلقيح توا؟ كيفاش سبقتنا المغرب وهي باش تصنع واحنا مازلنا توا ما وصلناش للمرحله هذه؟ يا اخي باش خير منا هما باش وصلوا للمرحله هذه؟ وشكرا. عسلامة أمين العماري جنزي ميريك. سيد الوزير قلت أن باش يتم احترام البروتوكول الصحي وباش يتم الاقتصار على 30% من نسبة حضور يعني المصلين في صلاة الجمعة، كيفاش باش تضمنوا أنه مش يحضر 30% فقط؟ قلت زادة أن نسبة الوفيات ارتفعت في شهري يعني أكتوبر ونوفمبر وتم تسجيل ارتفاع في نسبة شهور أسرة الإنعاش، يعني كانت تفسرنا النقطة هذه. شكرا. حنان العريض لإذاعة التونسية. في نفس السياق مع زميلتي من موزايك، المغرب المفروض تقتني اللقاح. نحكي تونس وقتاش سيد الوزير معناتها باش يوصلنا اللقاح هذايا؟ وانت تحدثت على 6 مليون جرعة معناتها في دفعة أولى، لشكون موجهينهم بالضبط 6 مليون هذوما؟
وفي سؤال آخر في علاقة بالبروتوكول الصحي في علاقة بالنقل سيد الوزير نشوفه في فوضى كبيرة برشا خاصة في مستوى كل ما هو مترو وكل ما هو معتلكار الصخرة النقل العمومي عموما تقريب الناس أكثر حتى من اللي متعودين به في سير الأيام شكرا هذا سيد الوزير شكرا بوم تلفيق جواب عليه سيد الوزير بالنسبة للبروتوكوباسيون السجل بتاعه بالعكس احنا السلة بتاعنا عندها ضغط مستقر 75% تعتبرش نسبة مرتفعة الارتفاع الوفيات بالنسبة 15% بالنسبة بين اكتوبر ونوفمبر نجم نقول استقرار دونك هذه الوضعية مستقرة نوعا ما متمنعش هذايا مش نوثق الإجراءات الوقائية العامة احنا معاملين على وعي المواد مش يعاوننا مش كنا نخرج منتصرين من الوباء هذا بالنسبه للنقل العمومي صحيح كان اشكاليات ما نجمو نتغلبوا عليها الا بارتداء الكمامه بصفه مكثفه سؤال عرض صلاه الجمعه تجيب عليه السيد الوزير نحيل الكلمه السيد هاشم الوزير مش يحكي لنا على التلقيح بون التلقيح السيد الوزير كيعلم على 6 ملايين هي 6 ملايين كمية هائلة احنا من الاول مشينا حتى في 20% كمرحلة أولى كانت تفكروا وماذا بينا نوصلوا حتى ل 50% 6 ملايين ديجا بريسك معناها لا تجي 25% على خاطر فما زوز جرعات دونك هذه حاجة باهية تو تقول لي وقتها وحكاية المغرب جوست باش نفسر شوية دابور احنا اللي ماشيين فيه توا هو التلقيح اللي اعطاه اكثر نجاعه واللي ما عندوش وعنده سلامه واللي خرج نتائج اوليه وتمشي دون سو سونس واللي بداوا ياخذوا التراخيص والملفات تصبت ما عرفوا شنو اللي كانوا فيهم توا حكيت مقارنه مع المغرب احنا ما نحبوش نقارنه مع واحده بصفه واحده اما باش نقول لك شنو المغرب دابور هي في نقاش مش باش تصنع وحتى احنا في تونس ماناش باش نصنعوا باش نعملوا سكون ابيل فيلان فينيش معناها باش تجي لا ماتيغ بروميير من المصنع في البلاد نتاعو ونعملوا لا فورمولاسيون احنا نقولوا لها وهذه عمليه بسيطه ماهيش معناها نتاع ولات تكنولوجيا كبيره هي حاجه باهيه ونمشيو فيها احنا وباهي نعملوا فيها في تونس في عده ادويه اخرى ماناش ندخلوا توا في هذا في المغرب علاش فما صار العلاقه مع سين اون فيت وفي تلقيح انكتيفي نحب نقول بين قوسين التلقيح انكتيفي مازلنا ما عندناش نتائج اوليه نتاع نجاعه دونك هذه حاجه مهمه احنا في تونس مشينا في نجاعه اللي عندنا نتائج نتاعها ومش اوليه حتى نهائيه اما مازلت ما نشرتش في نشريات علميه وعندها باش تخرج بيرتو هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه المغرب كانت شاركة في التجارب السريرية بحاجة قليلة علاش؟ على خاطر التنسيق صار في شهر ماي وجوان وقتها المغرب كانوا عندها حالات خاطر عدد الحالات نتاع انتشار الوباء معناها كبير وقتها واحنا ما كانوش عندنا حالات خاطر حتى مرة السيد الوزير وقتها تحكينا في هذايا كان جاو عندنا حالات روحنا سدة خانة وهذاك اللي مكانها بتات مش نجم تكون أليكوت مي مازالوا راهو يا دي زيفي دانونس احنا نمشيو في حاجات معناها صحيحة علمية ونعملوا أقصى مجهود باش نوصلوا نجموا نلقحوا في أقرب الوقت نمشيو حتى 50% خاطر الهدف نتاعنا نبداو بال 20% لحماية الناس اللي عندهم معناها أولوية الناس الكبار المتقدمين في السن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة إلى آخره وماذا بينا نوصلوا ل 50% الهدف نتاعنا هو الفيروس ما عادش يدور في البلاد حتى 50% يولي الفيروس حتى السيد اللي ما لقحش ما عادش باش يمرض على خاطر الفيروس ما عادش باش ينتشر ما نجمش تصير العدوى وهذا الهدف نتاعنا دوك من ناحية التلقيح اللي نحضروا في روحنا والامور ماشيه معناها حسب التصورات نتاعنا وحسب الوحده توا نجموش نسرعوا اكثر خاطر احنا بالاول قلنا مي جوا هكا ولا توا باش نجربوا بتدخل من نعملوا اقصى جهد مادام توا في علاقه مع ديجا معناها المخابر وايضا مع في معناها كيفاش نقولوها انخرطنا في المبادره نتاع المنظمه العالميه للصحه هذا كل ان شاء الله يعطينا اكثر كيفاش نقولوها حل باش يجينا التلقيح وباش نلقحوا اكثر ما يلزم الناس
باش الفيروس ما عادش يصير العدوى في البلاد المزيفة. ما عادش كان فما سؤال آخر نسيته. فما زود أسئلة أخرين. ماهر صغيرة ذو جولة فهم. سيد الوزير مش نحكي على الحالات، رجعنا نحكي على الحالات الواردة. نحكي على الحالات الواردة من ليبيا سيرتو. كيفاش يتم التعامل مع الحالات هذه وسيتو حتى نحكيه على فتح المعابر الحدودية وهم اللي في ليبيا معناها قاعدين يتعاجوا في دوس كيفاش يتم التعامل مع الحالات هذه؟ وجهنا لما إذاعة سفاء سيد الوزير سؤاله حدثت على 6 ملايين جرعة رقم كبير ياسر معناش حسب معلومات عمرنا في تونس ما دخلنا تلقيح بالكمية هذه اسكو المصنع واثق على العدد هذا بالذات والله. ثاني سؤال في علاقه بالمقاهي، الجمعه اللي فاتت سيد الوزير كنت قلت له اللجنه باش تقيم الاجراءات في خصوص المقاهي والمساجد، اليوم سمعنا المساجد تشترك على صلاه الجمعه، بالنسبه للمقاهي التوقيت هل باش يتم تنديد ولا؟ والسؤال الاخير في علاقه باللجان القطاعيه، يعني هل انه فما يعني توجه نحو اعاده يعني رفع الحجر التدريجي يعني بصفه تدريجيه يعني القطاعات كلها مشتركه في العدد؟ شكرا. نبدا بالسؤال الثالث هو المقاهي والقطاعات بصفه عامه. قلت لك باش توقع اجتماعات ليمت هذه بمختلف القطاعات ومش دراسه كيفيه رجوع الانشطه تدريجيا في مختلف القطاعات. بالنسبه ل 6 مليون جرعه هو احنا اتصلنا بالمخابر، مخبر عبر عن استعداده لتوفير 2 مليون جرعه، مخبر اخر اتصلنا به طلبنا منه 4 مليون جرعة، زي ما جاوبناش رسميا، أما كل الإشارات تدل اللي هو إن شاء الله المشكلة وقتاش باش يجيبوا لنا 4 مليون جرعة، دونك قاعدين حارسين بكل وسائل باش نقوموا مرتب اتصالات حثيثة على أعلى مستوى باش يكون إن شاء الله التلقيح في تونس في أقرب وقت ممكن. بالطبيعة البلدان كلها تجي مع عودة الدفعات، ما فماش مصانع تو حاليا تصنع بشوية وتوزع بشوية، المهم تكون الدولة قوتها التلقيح توصل للبلدان بصفة تدريجية. بالنسبة للحالات الواردة من ليبيا وفتح المعابر، كما تعرفوا منذ أشهر قاعدين كنا نسقوا مع الجانب الليبي وعددنا بروتوكول واضح، دونك تحاليل في سيار نيجاتيف وقت يجيو. بالنسبة للمرضى من قبل كانوا يدخلوا في سيركوي محدد يمشيوا المساحات يداويو ويرجعوا لليبيا. دونك احنا قضينا كل اجراءات حتى في تونس نعمل تلقيح تحاليل عشوائيه للقادمين ومقينا حتى حالات بصراحه كي بوز بروبليم. دونك الاجراءات متواصله مع الجانب الليبي من الطرفين وبحول الله ما فما حتى مشكل. فما سؤالات؟ قلت كيف من القطاعات ما تمش نقعدوا ندرسوهم ونشوفوا شنو الحلول الممكن. اخر سؤال للندوة الصحفية. تم سؤال ما جاوبتش عليه نتاع صلاة الجمعة، بالطبيعة أمور علميا معناتها الاحترام 30% والبروتوكولات الصحية ما فماش خطر محدق على صحة المواطنين إذا احترموا البروتوكول ما فماش ريسك. فقط سؤال على الموضوع اللي قاعد يتم ترويجه نهارين هذوما هو ما يسمى دواء كورونا، هل تم فتح تحقيق في وزارة الصحة بخصوص الأطباء اللي قال مصنع الدواء أو المكمل الغذائي أنهم استعملوه للمرضى، وشنو من وصلت الحكاية وشنو عملت وزارة الصحة في الموضوع؟ والحاجة هو أعلن إن هو مكمل غذائي مش دواء، ما تعرف بالنسبة مش نقولوا حاجة ولا الدواء، فيها برشا دراسات علمية وحثيثة وكبيرة ونشرات علمية وكل، هو جيست تقدم إدارة الصيدلة والدواء، قدم ملف ناقص دونك طلبوا منه يكمل الملف نتاعو، أما إحنا الدواء عندنا لجنة علمية مشتركة بين وزارة الصحة وزارة الدفاع الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قاعدين نقوموا ببحوث سريرية في خص دواء خاص بالكورونا وإن شاء الله تكون نتائجه إيجابية. شكرا سيد الوزير، شكرا سيد الوزراء. تعقيب أخير ويتفضل سيد شونغوني.
الحقيقه فما سؤال لازمني نجاوب عليه. انا شرط المره الفائته سالوني على هل تم الرجوع الى صلاه الجمعه تحت تاثير الضغط. انا ناكد مره اخرى تحت تاثير حتى اي ضغط. وقفات احتجاجيه صحيح صارت نحترموها، تحاورنا مع الناس، قلتها المره الاخرى، تحاورنا مع الأئمة، تحاورنا مع جمعيات، تحاورنا مع النقابات لين النهار. نسعد وزارة الصحة مشكور، السيد الوزير أو بحذايا مشكور، السيدة نصار، الأخيين الكل في الصحة، الدكاترة نتاع أعضاء اللجنة العلمية، قابلوا السادة الأئمة وحكوا معاهم، وبالدليل ما خديناش القرار الشهر الثاني، خدينا القرار اليوم عن قناعة تامة، وكما قال السيد الوزير اللجنة العلمية ارتأت اليوم الرجوع إلى صلاة الجمعة مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي كما ينبغي أن يحترم. راهو هذا ما شكلش حتى خطر، ونحن باش نتعاون فيه مع الناس الكل ومعكم انتم كاعلاميين. اما نقطه حبيت نزيد ناكدها مره اخرى، يعطيكم الصحه. شكرا لكم جميعا.